ابتدي الانترو بتاعي في بعض الامور الحقيقه كنت حابب اشارك فيها جمهور النادي الاهلي معانا وجمهور الرياضه بشكل عام. كيف يتصرف النادي الاهلي بعد كل مكسب بطوله؟ وكيف يتصرف النادي الاهلي في لا قدر الله عندما يخسر بطوله؟ عايزين نشوف النادي الاهلي فكره، وعلى فكره هتلاقوا ده او الدستور ده او القانون ده او اللائحه دي موجوده في النادي الاهلي من قديم الازل، وهنقولها معاكم ازاي. النادي الاهلي بعد ما بيكسب بطوله بيتصرف ازاي؟ كسبنا بطوله وشفناها كتير الحمد لله الفتره اللي فاتت، بطولاتنا كانت كتيره جدا. النادي الاهلي بعد البطوله ما تلاقيش فوضى في الاحتفال، ما تلاقيش فوضى في الاحتفال داخل النادي الاهلي باي بطوله. في اسس وفي نظم وفي كابتن فرقه بيستلم وفي 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 الدنيا مترتبه بدون ما حد يرتب لنا اي شيء. هو بقى فيه زي دستور او لائحه كده كيف يحتفل اللاعبين باي بطوله بيحصلوا عليها، سواء اقليميه، قاريه، ثالث عالم، افريقيا، دوري، كاس. في ما تلاقيش فوضى في الاحتفال. طيب الفرحه في النادي الاهلي لا تتعدى يوم او يومين بالكتير، وشفنا كل الكلام ده بيتقال في كل خطابات كابتن محمود الخطيب بعد اي مكسب. لو جبنا كل خطابات كابتن محمود الخطيب بعد كل مكسب للفريق الكره، حتى غير الكره على فكره، سله، طايره، اي حاجه، هو نفس الدستور ونفس الكلام. يا جماعه انسوا المكسب، خلاص البطوله اصبحت ماضي، احنا هنفكر في اللي جاي. الفرحه لا تتعدى يوم او يومين، وبنطوي الصفحه وبنبتدي نفكر في اللي جاي. نبتدي نركز في اللي جاي، عندك بطوله خلاص بتقفل صفحتها وتفكر في اللي جاي. واللي جاي بيكون اهم كتير جدا، لان انت عايز تحافظ على المكسب وعايز تحافظ على الفرحه. فمن وجهه نظرك انت كنادي بطل او نادي متعود على المكسب، ان انت تبص على الخطوه الثانيه ايه. زي الطالب اللي بيذاكر خلص امتحان وعايز يخش جامعه كبيره، بيبص على الامتحان اللي بعده، تركيز فيما هو قادم. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بعد مكسبه بيوجه اي نوع من انواع خروج عن النص، وبحط بين قوسين اي مسؤول او اي منتمي لنادي الاهلي. يعني ايه يا جماعه كلامي ده؟ يعني مش هتلاقي ابدا بعد اي مكسب في توجيه او خروج عن النص ضد المنافس. مش هتلاقي خروج عن النص ضد المنافس من مين؟ من مسؤولين النادي الاهلي ولاعيبته وكل من ينتمي للنادي الاهلي. هتقول لي يا كابتن ما اصل الجمهور، اصل الصفحه الفلانيه كتبت، اصل الجمهور كتب، اصل في ناس طلعت قالت. انا قلت المسؤولين. النادي الاهلي اللي بيمثله دي مسؤوليه عظيمه جدا. لا خروج عن النص. عمرك ما هتلاقي بطوله خدناها من منافس ايا كان بقى، منافس افريقي، منافس محلي، انا ما بجيبش اسامي عشان ما حدش يقول ان قناه النادي الاهلي، لا احنا بنقول صفه عامه، بنحط عنوان عام. مش هتلاقي ابدا ان النادي الاهلي بيروح يكيل الـ يعني مش عايز اقول يعني، بس لعبته او مسؤولينه او يخرجوا عن النص تجاه المنافس، مش هتشوفها دي. وعشان كده احنا النادي الاهلي. طيب بعد الهزيمه لا قدر الله والحاجات دي، والهزيمه دي مش دايما بنلاقيها يعني الهزيمه دي بتبقى مثلا كل كام بطوله ان شاء الله نلاقي ممكن بطوله تجلي منا وتبقى حزينين عليها جدا جدا. طب بعد الهزيمه بيحصل ايه؟ عمرك ما هتلاقي في النادي الاهلي بيدور على شماعات يقول لك لا انا خسرت عشان كاس، لا. اذا كان النادي الاهلي بيتكلم على اسباب الخساره فبيتكلم على اسباب الخساره لدراستها وليست لتعليق الشماعه. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا خسرنا بطوله، تبتدي نشوف مشاكلنا الفنيه ايه؟ كان المفروض نعمل ايه؟ الصح كان ايه؟ الصح ان احنا كنا نتجاوب مع ده وما نتجاوبش مع ده. الصح ان احنا نتعلم ان احنا في اللي جاي ما نعملش كده. واكبر دليل صفقات النادي الاهلي. صفقات وميركاتو قوي. ليه النادي الاهلي بيعمل كده؟ ممكن يقول لك يا باشا انا تمام والدنيا زي الفل وانا عندي فرقه، يعني خسرت بطوله؟ لا، احنا بندور على الاحسن، والنادي الاهلي بيدور على الاحسن. صفقات تم الاعلان عنها، صفقات تاريخيه مع النادي الاهلي. وعلى فكره مش الموسم بس، كل موسم. فالنادي الاهلي بعد هزيمته بيدور على اسباب الهزيمه. والاسباب الهزيمه يبتدي يعالجها جوه نفسه. وكلنا شفنا لقاء كابتن محمود الخطيب بعد المباراه، بعد نهايه الدوري، ماتش الجونه، هناهم على الاداء، هناهم على المكسب بتاعه، وركزوا في القادم، ارمي ورا ظهرك، ركز، ابتدي عالج اخطائك، شوف انت كلاعب، انت بطل افريقيا وثالث عالم، ارفع راسك فوق، ركز في اللي جاي. كابتن محمود الخطيب لعب على حته الثقه وان اللعيبه دي فعلا ابطال. فاللي عايز اقوله لكم ان النادي الاهلي ما احلاه وما اعظمه في التعامل مع المكسب، وما احلاه وما اعظمه في التعامل مع الهزيمه. وعشان كده هو ده النادي الاهلي. انا مش هتكلم على اي نادي منافس، ولا هتكلم على اي واقع حصلت، ولا اي حاجه، احنا بنتكلم على انفسنا. عشان كده النادي الاهلي في حته تانية. النادي الاهلي اللي ليا الفخر انا هيثم السعيد ان انا انتميت لهذا الكيان،
العظيم اللي انا فهمت دستوره وفهمت هو بيدير اموره ازاي من غير ما حد يقول لي شفت بعينيا وحكمت واخترت. وهو ده النادي الاهلي ودي عظمه النادي الاهلي. فيا جماعه افرحوا بالنادي الاهلي وثقوا تماما، ثقوا تماما. النادي الاهلي دايما هو مصدر سعادتنا. والنادي الاهلي حتى لم نوفق لبطوله او اخرى، ولكن النادي الاهلي بيفرحنا قصادها عشرات البطولات اللي بيرفع راسنا فيها ودايما بيكون مصدر سعادتنا. خلاص الموضوع ده انا حبيت اتكلم فيه عشان اللي شفناه اليومين اللي فاتوا والفارق بينه وبين النادي الاهلي.